طيب دكتور مصطفى، في نقطة أنا يمكن في الأول قلت لازم أتكلم مع حضرتك فيها، وهي فكرة التضخم. الصندوق من الحاجات اللي أشاد بيها التراجع المستمر في معدلات التضخم مع توقعات مستقبلية إيجابية، لكن في المخاطر اللي تحدث عنها عدم القدرة على كبح جماح التضخم في حال استمرار استيعاب التوسع المالي. ستيف هانكي كان قايل في المؤشر بتاع التضخم الخاص بيه أن التضخم في مصر 67%، الكلام ده من 4-5 أيام. الصندوق هنا شايف أن التضخم كويس، الحكومة مسيطرة عليه وبيتراجع، ولا خايفة أن التضخم يزيد؟ ده سؤال رائع جدا حقيقة، وده سؤال مهم وعميق ويحتاج وقت كبير جدا للرد على هذا السؤال، لأن السؤال صعب شوية. التضخم في مصر السبب الرئيسي، لا يوجد سبب واحد بس في التضخم، في تضخم في مصر نتيجة عنصر الطلب، إن المصريين عدد سكان ضخم بيطلبوا السلعة فبيزودوا الطلب فبتزيد الأسعار، ده أحد الأسباب. السبب الثاني ان العرض او الانتاج اللي موجود في السوق مش كفايه فالاسعار بتغلى. السبب الثالث وهو الاهم وهو الضروري وهو اللي عمل الاستقرار الان في الاسعار شويه، ان ان انك انت سعر الدولار اصبح الى حد ما مستقر. يعني مثال بسيط، الراجل اللي بيبيع ثلاجات في شارع عبد العزيز، لو انا قلت الراجل ده كان شاري الثلاجه وليكن يعني خلينا نقول للتبسيط ب $500 مثلا، فلما تكون ب $500 والدولار كان قبل 2016 ب 8 جنيه، ف 500 في 8 ممكن يبيع التلاجة ب 4000 جنيه. ف 2016 بقى الدولار ب 16 جنيه، بقت $500 في 16 بقت تقريبا الضعف، بقت 8000 جنيه. لكن لما انت دلوقتي خليت الدولار ب 50 جنيه بقت التلاجة ب 25000 جنيه. فاللي بدأ يحصل الآونة الأخيرة إن في ثبات نسبي لسعر الدولار. هذا الثبات النسبي خلى الأسعار ما تغلاش قوي، يعني اللي بيشتري تلاجة أو غسالة أو بوتاجاز في الفترة الأخيرة المفروض يكون السعر واحد، اللهم إلا إذا. إذا أنا دلوقتي كمصري كتاجر مستورد بجيب التلاجات اللي أنا بجيبها من برة زي السامسونج، أو أنا زي توشيبا العربي بيطلع تلاجات، فالعربي بيروح يستورد الموتير بتاعتها من اليابان فبيحسب سعره بالدولار من اليابان. فأنت طالما أنك أنت في حالة استقرار نسبي الآن المفروض التضخم يبدأ ينزل. لكن أنا بقى اللي احنا بنسميها نظرية التوقعات بالنسبة لي، لما اجي الاقي واحد زي رئيس الوزراء يطلع يقول لي والله ده احنا الاسعار بتاع الكهرباء لمده سنتين اللي جايين دولت هنزودها لان فاضل فيه دعم، فهو اداني مؤشر ان الاسعار هترتفع، فيقوم انا كتاجر يقول لك اه والله انت بتحسب الكهرباء بتاعتك بكام، وليكن زي مثلا ب4 جنيه الكيلو وات مثلا. فقال لك رئيس الوزراء قال لي السنة الجاية هتبقى ب5، فيقوم هو عامل حسابه في كده فيقوم يبدأ يزود الأسعار. وده تفسير منطقي جدا وتفسير طبيعي جدا لي أنا كتاجر عشان أعوض هامش الربح بتاعي وأعوض التكلفة بتاعتي.